هي فاكرة ان باباها رمى توبتها، فاحنا طالما بنتكلم على الحقوق تعالى ناخد الاول رأي يعني القانون ونرجع تاني، عشان انا بقى عايز اعرف باباها ده هيرمي توبتها فعلا وملوش دعوة، ولما تتخانق مش ترجع له ولا لا. بس في نفس الوقت عايز اعرف هنعمل ايه. معانا مداخلة من المحامي الاستاذ اسلام الغزولي المحامي بالنقد. الو مساء الخير. اهلا مساء النور. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ منورني والله وبتفائل بيك دايما. ربنا يبارك في حضرتك. على راسي وتسلم لي. قولي بقى انا المفروض اعمل ايه؟ ازيك يا سياده المستشار؟ اهلا وسهلا بحضرتك. وحشني وانا يعني جميل. من الناس اللي بحبك والله. الله يعزك. الله حبيبي حبيبي. انا بقى عايز اعرف دلوقتي يا استاذ اسلام، لما حد يهدد بالشكل ده يتعامل معاه ايه؟ طيب تعالي كده يا سيدي نتكلم بهدوء. ولا نهول ولا نقل. احنا شفنا ان القصه فيها شويه ملابسات كتيره جدا، فيها جزء من التهويل وعدم القدره على الادراك للواقع الحقيقي. تمام، ما بنقللش، لان برضو شفنا شويه ظواهر في المجتمع. شفنا كذا بنت ماتت عند جامعتها، واللي شوهها ولا واللي شوهها واللي ذبحها واللي يعني الكلام ده ظهر فعليا على ارض الواقع. وبالتالي احنا قدام حاجه مهمه جدا. ان سن الطفل في العالم كله سواء في القانون او في الدستور، قانون الطفل المصري او الدستور المصري او حتى اتفاقيه حقوق الطفل العالميه، هو 18 سنه. هي بتقول النهارده ان هي تقريبا تجاوزت ال 18 سنه بحاجه بسيطه جدا. ده بيؤثر طبعا على التجارب والخبرات والادراك، ما كانوش حطوا السن ده هباء يعني. فبالتالي ده علامه بس كده بنحطها على جنب، ونقدر نتكلم من منطلقها ان احنا لا نقلل ولا نهول. الأسرة دورها برضو غريب بالنسبة لي في القصة يعني. لا مش غريب، أنا شايفة حاجة يا أستاذ إسلام، خلاص طهقنا منك يا شيخة. يعني مرة ضربتي، مرة اتربطتي بجنزير، مرة اتعمل فيكي مش عارف إيه، واخد الموبايل أروح أقول لعمه، كفاية كده. أنت عايزة مننا إيه بقى؟ خلاص اتحملي مسؤوليتك يا شيخة. أنا شايفة الأب ده طهق يا حبيبي برضو. عندها نوع من أنواع التوازن في الأفعال شوية. التوازن في الأفعال ده سواء بالتصرفات أو حتى بالإحساس. هو إن هو قاسي قوي يعني، اهدى شويه يعني. اعتقد كده، اعتقد انها احنا يعني حتى في الشرع وفي الفقه وكل حاجه ان احنا لازم بنحتوي الطفل لما طبعا بيحمل. فدي نقطه مهمه لازم نلفت نظرنا لها. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، في حاجه اسمها عدم تعدي او عدم التعرض او ده طبعاً. ايه؟ انا يمكن يعني معلوماتي قليله في القانون، وممكن يكون بيتفرج علينا برضو محتاجين يعرفوا على راسي، محتاجين يعرفوا اكتر. فانا عايزه حضرتك تفهمنا اكتر، بنعمل ايه يعني؟ حتى لو تهديد بمسج قد كده، انا بخاف، ممكن يتنفذ طبعا. هو في ضوء تطور طبعا الوسائل والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بقى اصبح التهديد مش شرط ان يبقى تهديد ان انا لازم اعمل ممارسه بلطجه او اخبار ترويع او اي حاجه قصاد الشخص، او ان انا اتظاهر بمظاهر القوه او كده. لكن حتى بقت المسجز على الواتساب او الفيسبوك أي ممكن يقول لي انت لو فكرت الكلمه حتى انا هقطع رقبتك، انا هعمل مش عارف ايه. وفعلا تحس الناس بقت نفسيتها تعبانه لدرجه انهم بيعملوا كده. بتعملوا ايه؟ ولا مسؤوليه للكلمه اللي بتتبعت. ده بقى ممكن اخد المسج زي دي او حتى الورد اوف ماوث زي ما بيقولوا، او كلمته من بقه، واقول يا فندم انا عايز اعمل محضر ضد كذا 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 بعدم التعرض ليا، ولو حصل لي اي حاجه يبقى هو طبعا. واحنا عندنا تصرفين في الواقع دي قانونا. التصرف الاولاني زي ما حضرتك اتفضلتي كده، اللي هو محضر بعدم التعرض. عدم التعرض وبتذكر فيه الوقائع، لو في شهاده شهود يبقى خير وبركه، لو في اي قرار. لو هي كانت محادثه حتى على التليفون بيني وبينه ومش مسجلاها، بنعمل ايه؟ لو في ايه؟ لو في محادثه يعني، لو هي مكالمه بيني وبينه على التليفون وانا مش مسجلاها، بس هو قال لي انا هموتك لو فكرت تكلمي حد تاني، اثبت ازاي؟ يعني دي اضعف الصور طبعا، لكن اقوى الصور انها تبقى حاجه ملموسه، في شهاده شهود حصلت، انا ما سمعتش، انا شفت بعيني. اقوى حاجه ان انا يبقى في رساله من تليفونه على الواتساب، على المسجز، على الفيسبوك، ايا كان وسائل التواصل الاجتماعي شكلها ايه، او الرساله اللي ممكن استخدمها في المحضر. تستخدم طبعا في المحضر. طب وبيحصل ايه بقى بعدها يعني؟ انا بعمل ايه؟ ما هو ممكن يموتني وبعد كده يبقوا يشوفوا بقى المحضر بس. لا، ما هو اول المشرع كان حريص جدا علينا انه ومستبق للامانه الواقع بفكره تعديل قانون العقوبات، واضاف ماده مهمه جدا اللي هي 375 مقرر. دي كانت مرتبطه بامور البلطجه وترويع واستعراض القوه لترهيب المواطنين. وهنا القانون في النص الماده ديت هو قال ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه كل من قام بنفسه او بواسطه غيره باستعراض القوه امام شخص، او تلويح له بالعنف، او بتهديده باستخدام القوه او العنف معه، او
او مع زوجه او احد اصوله او فروعه. يعني انا يا استاذ اسلام لو هو قال لي الكلمتين دول بمعناها استعراض قوه وبذلك بيجوز عليه ان هو ممكن يتحبس سنه؟ طالما القصد هنا هو ترويع المجني عليه او تخويفه. ما هو بيبقى ما هو في اهو ترويع، ترويع مجني عليه، ترويع امنين قاعده ما عملتلوش اي حاجه واهو فيعني هو ممكن يتحبس فعلا؟ هو طبعا طبعا لو الكلام ده ثابت بوقائع حقيقيه بشهاده شهود زي ما قلنا بقرائن سابقه زي ما احنا اتفقنا رسائل لا في شهود على انه ضربها قبل كده هو يعني الوقائع كلها ثابته اكيد الكلام ده طبعا القانون لا يتهاون فيه. وبس بروح بس واقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل محضر ومعايا الاثباتات او معايا المسجز دي وبس. بالظبط. ولو بوسينه ما لقيتش حد تلجا له خالص وعايز تلجا لحضرتك هتساعدها؟ انا عارفه جدع عندك بس لازم اتاكد. دايما تحت امرك. على راسي ونورتني. ميرسي جدا يا استاذ اسلام. ميرسي يا حبيبي على راسي. ثانك يو. باي باي.